السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، مباشرة من جماعة مسكورة ضواحي البروج. معنا واحد الحالة اجتماعية ديال الأخ عبد الهادي اللي حاول الأخ ديالو، يعني دار دليل الأرض ديالو عن طريق التدليس، توجه بالعديد من الشكايات العديد من المؤسسات وضاع لي الحق ديالو، ودابا ولا كيبيع غير القهوة يعني في الزناقي مجبر ما ياكل، و يعني كي غادي يحكي لينا ومهدد الان بالتصفيه الجسديه، باغين يحاولوا انه يصفيه جسديا. دابا غادي يتكلم لنا سي عبد الهادي على المعاناه ديالو. تفضل سي عبد الهادي. السلام عليكم. كيف ما سبق لي ذكرت لكم بان الاسم هو عبد الهادي حاريت، ازدياد ديالي 1975. الان جاتني واحد الرساله من وزاره الفلاحه، وفهمتي كيقولوا لي بان البلاد بقى في الدراسه، وهو خويا دابا سينا وكيفاش هذا الشيء باقي في الدراسه. انا دابا عندي شهاده من عند الرئيس ديال البلاد، ها هي فينا، هي شهاده من عند الرئيس بانني هنا اسفل. السيد رئيس تعاونيه الاحرار مسكوره يعني كيشهد تحت جميع الضمانات الفعلية، يعني كيشهد بأن السيد عبد الهادي حاريت هو اللي كيستغل هاد، هو اللي ساكن بهاد الدوار ديال تعاونية الأحرار مسكورة البروج، بأنه هذا الرئيس هذا النائب ديال البلاد في عمره زيد في 1934. أنا دابا ما نسمحش في حقي، فهمتي، أنا نقيت، أنا من 87 وأنا كنقي في الحجر، وكيفاش غادي يدوا لي انا هاد البلاد وانا كنقي في الحجر وانا اللي نقيت من الاول؟ من يلا بديت بجد كنقي، ولا بديت كنقولوا لنا فلان واخا تنقي وما غاديش تدوا هاد البلاد، حنا نقينا خاصنا نديو البلاد الاكبر، وانت اللي عندك الحق. انا الكبير، انا اللي كنوب على خوتي، هادي قانونيا في القانون ديال وزاره الفلاحه. كيفاش تنادو عيطوا لخويا، وخويا هو اللي سينا، وخويا عاملك راه كاتب الوكاله لواحد اخر، والسيد عامني كتمشي ما كتمشيش لمولاها، كتمشي لصاحب الوكاله اللي موكل عليه. هذا اللي موكل عليه توا خصني ندير ليه التعرض، هذا ما عندوش حق، هو في اوروبا ومخلي واحد باش ينوب عليه هنا. انا ماشي لي حقي، انا بغيت حقي، انا باغي سيدي حقي. انا من 87 وانا كنضرب في العذاب، انا ما نخرجش من المدرسه على قبل. اكيد ما سيدي انا مهدد، انا وليت ناعس وخايف. شكايه تبعت شكايه سميتها، تبعت شكايه للمحكمه الابتدائيه، دفعت تعرض داك دار المياه والغابات. بغاو يضربوك حدا المستشفى ديال كما سبق، كما قلت ليكم كانوا بغي هذا، كانوا ضربوني حدا دالاس، قرب دالاس ضربته، ما عرفتش شكون ضربني، ولكن انا ماشي مشكل، انا دابا صابر وانا باغي بلادي، انا باغي حقي، انا ضربت في تماره، انا تشخصخت عائليا معنويا ماديا شخصيا، يعني حياتي كتضيع، يعني حياتي تدمرت من اجل هذه البلاد هذه. وهاد الناس هادو ناضوا في نهار واحد ناضوا بغا يديو لي بلادي، راه مستحيل، راه مستحيل انا نتفرق على بلادي. انا عارف الناس كلهم، الساكنات اللي كيعرفوا تما كلهم كيعرفوني وانا كنعرفهم، انا لعبت مع ولادهم، ويعني دوزنا الطفوله ديالنا في هذيك البلاد، وكنا فرحانين بهاد الهيبه هذه، هاد الهيبه الملكيه. انا باغي حقي، انا كنطلب باغي حقي، انا راه ما نسمحش بحقي، فهمتي. انا واخا باي كان انا ضربت تماره خصني نتخلص، انا خصني ناخذ بلادي، ضربت تماره نقيت. عندي بنت ومن هاد البنت هذه، عندي بنت، ونادو طلقوا لي هاد العائله ديالي، نادو طلقوا لي ثلاثه العائلات بسبب باش ما نولدش، باش ما تكونش عندي السلاله، باش ما نديش البلاد. ولكن الحمد لله انا دابا عندي بنت، فهمتي، عندي بنت. انا دابا بغيت بغي نعيش، انا دابا باغي نعيش في الواقع، انا باغي ما بغيش نعيش في الخيال. انا راه بلادي هذيك راه ما تفكش عليها، انا باغي بلادي، باغي حقي. انا كنطلب من سيدنا الله ينصرو، كنطلب من سيدنا الله ينصرو باش يوقف معايا في هاد هذه. عبد الهادي، دابا حاليا انك انت دابا كتبيع غير القهوه وهز المقراج ديالك كمتجول، ها يعني كيفاش انت من بعد انهم داو لك هاد البلاد ديالك وليتي يعني ما نكذبش عليك، كنت فواحد الكرامه، كنت عندي واحد الكرامه، وكنت عايش في هذيك البلاد فواحد الكرامه. ولكن انا باش ملي حولوني من السكنه الثالثه عرفت راه بان كاينه شي حاجه، علاش ما خلونيش نبني السكنه الرابعه؟ علاش؟ لان الام ديالي باقا لي السنيه، باقا لي السنيه على سميتو، وتوفات، بان الام عندي حد حق، فهمتي؟ الرساله اللي راسلوك بها
المديريه ديال الفلاحه في سطات. كيقولوا لي بان داك الشيء اللي قالوا خوتك وكاع قالوا عائلتك، قلتي حتى العكس ديالو. انا الطاغيه انا اللي نقيت، اش من العكس؟ انا اللي نقيت، انا اللي مكلب بالبلاد، انا اللي خوتي مهاجرين، خلوني ضيعت عمري في حياتي في هذه البلاد هذه. انا متكفل بهم، انا اللي كنت متكفل بهم، كاتبه لي امي الوكاله الديار الايطاليه، هما مشاو للديار الايطاليه، مشاو جميعا، شداهم بواته وكيمشي، بواته وكيمشي اوروبا. دابا دابا بو عنده مرا اخرى، فهمتي؟ ما بقاتش علاقه، ما بقاتش علاقه ليا محب، شي علاقه ديال الحب يعني، هو ولا كيشوف ولاد اخرين. انا الاب ديالي، انا بو ديالي انا 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 محتارمه، انا ما كنمشيش عنده على قبل باش نبقى مرضي. انا ما كنشوفوش، هو دابا كيبريو عليا، وهاد خويا هذا لاقي السبه كيصيفط بو ليا انا، كما كيبقى ما يدير هو في اوروبا، وكيصيفط ليا بو انا، كيصيفط ليا كيهددني بالقتل، وكيقول لي توصل البلاد نقتلك. انا سيدي باقي حقي، انا بغيت حقي، انا كنطلب بغيت حقي. وثانيا انا خسرت فلوس بالوكاله ديال الام، ها هي الوكاله ديال الام، عندي الوكاله ديال الام، هي اللي كنت كنخسر بها رزقي، هي اللي كنت كنقي بها، هي اللي كنت كنضرب بها ثمانه، ودوزوا السكنه الاولى وعاودوا حولونا، والسكنه الثانيه وحولتنا اللجنه، والسكنه الثالثه وحولتنا اللجنه، والسكنه الرابعه ما خلوناش نسكن هاد الناس هادو. علاش انا دابا كنعسى في الزنقه، كنعسى عند الناس، ما لاقي ما ناكل، متسرد، كنبيع في القهوه، محقور، يعني ما عنديش قيمه. انا بغيت حقي، انا باغي حقي، انا ضربت ثمانه 36 عام من 87 ولا من 86، وعندنا كنت الاول كبير في خوتي، خوتي كلهم ركبتهم على ظهري، خوتي كلهم ركبتهم، وبخوتي كلهم كنت انا اللي عايشهم، خوتي انا اللي كنسير عليهم ملي كانوا صغار، انا هو اللي كنت انا اكبر واحد فيهم، كنت خوتي كتخسوا، خوتي كتحاميهم، خوتي كانوا باقي صغار، مع ما ديك الساعه اللي كانوا هما صغار، ملي جات نقيه ديال الحجر، لقات خوتي باقي صغار، انا اللي كنت انا هو الكبير فيهم، انا هو اللي كنت كانوا كيصوتوني، كنت كنتصوت بالعصا، كيقول لي انا باقي بزز، كيقول لي البلاد ديال امك، دابا راه البلاد ديال امي، انا راه باقي حقي، انا راه باقي حقي، سمعتي؟ انا راه ما نصبحش حقي، سمعتي؟ انا راه ما نصبحش حقي، بأي طريقة، بأي وجه كان، بأنني أنا كنت سال في هذيك البلاد، أنا ولد أبو فراس بوجي، أنا أبو فراس جميعا، أبو فراس جميعا هي الأم ديالي، والبلاد ديال الأم ديالي، والأم ديالي هي اللي كانت كتزعمني وكانت كتقول يا ولدي خدم البلاد، راك في الآخر أوليدي أنتوما اللي غادي تصرفوا، أنتوما اللي غادي نديروا. أنا دابا ما يمكنش لي أصبح بحقي، أنا كنطلب من سيدنا الله ينصرو. هاد الرسالة سي عبد الهادي اللي كتوجهها عبر هاد القناة شوف تي في. كنشكر شوف تي في، مسكينة دابا دابا مسكرة من العشرة دابا، دابا تسعود دابا هما مسكن باقي سهرانين معايا وواقفين معايا، فهمتي؟ ومسكن محلين معايا، كنشكرهم شكر جزيل، مسكن راه باقي غادي متبعين معايا حتى لآخر نهاية، أنا غادي نبقى غادي متبع مع شوف تي في حتى لآخر نهاية، وهذاك القايد ديال البروش علاش ما يعلمنيش؟ علاش ما يسيفش لي السيد عق من أجل الحضور؟ أنا طالبيني أنا وكتستدعي واحد آخر، وهذا واحد آخر، على الله من كاتب الوكالة. ما غاديش خويا راه معكم من كتب الوكالة، خويا ما كيحضرش، وشكون اللي كيسيني بلاصتو؟ أنا راه ما نسمحش شي واحد آخر باش يسيني بلاصت خويا ولا يسيني خويا، راه أنا هو المسؤول على هاد البلاد هادي، راه ما يمكنش كاع نتخلى على بلادي، أنا بلادي، بأني أنا لقيت هاد البلاد هادي لقيتها خاوية، لقيت فيها البرواد، لقيت فيها الكلخ، لقيت فيها كاين فيها العقرب، كاين فيها الحنش، كاين فيها كلمة تخوف، غير في الخلق، حطونا في الخلق. حطنا في القنص ديال هاد 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 سميتها التعاونية، حطونا حنا في القنص، في القنص من هنا الخلاق التعاونية، التعاونية حطونا من الخلاق، كحطونا في السكنة الأولى مجاورة مع ولاد فارس من قدام ومن الجهة لينا، وكنا ساكنين في الديور النصارى أول مرة، كنا ساكنين في الديور ديال النصارى، وكنا ماشي حنا اللي ساكنين، حنا ثلاثة ولا أربعة ساكنين تما في هذوك الديور ديال النصارى، وعاودوا حولونا، حنا كنا نجيبوا الماء من شقة النفس. كنا الخبز كناكلو، الخبز كنطيبو اليوم وكناكلو على 10 ايام عاد كيكمل، كناكلو في الخبز وفي الريحة، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى كاين الله، ولكن يقول لهم هاد الناس هادو اللي بغا يدو لي حقي، يقول لهم اودي راه حشومة عليكم يجيك الله سبحانه وتعالى، حشومة، راه انا بغيت بلادي وحشومة عليكم، يقول لهم انتم غديروا التقليد، راه خاصكم تحققوا وإعادة المسيرة من جديد، تعودوا المسيرة من جديد، لأن حقي ما سمعش حقي. رسالة وصلت سي عبد الهادي. كيف ما كتشوفوا متتبعي قناة شوف تي في، يعني في هذا البث المباشر من
جماعه مسكوره ضواحي البروج. معنا الاخ عبد الهادي اللي تم يعني الطرد ديالو، استيلاء الارض ديالو عن طريق التدليس من طرف الاخ ديالو. حاليا كيبيع مسكين غير دابا القهوه يعني في الشوارع، كيبات في الزنقه يعني مهدد بالتصفيه، مهدد 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 بالتصفيه الجسديه، مهدد بالتصفيه الجسديه، كنشوف الناس مسؤولين يوقفوا معايا، مهدد بالتصفيه الجسديه. كنطالبوا عبر هذا المنبر ديال قناه شوف تيفي يعني كيف ما كيطالب وكيوجه الرساله ديالو لفتح الموضوع. كنطلبوا متابعي قناه شوف تيفي، كنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم مع هذه الحاله الاجتماعيه ومع هذا الملف يعني الشائك اللي كيعيشوا الاخ عبد الهادي، اللي يعني الاخ عبد الهادي اللي من المنطقه ديال البروج، اللي كيوجه الرساله ديالو، كيوجه النداء ديالو من اجل بحث في الموضوع. متابعي قناه شوف تيفي كنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، والى اللقاء في بث مباشر اخر.